رحمه وسهلا في هذا النهار، الله يرحمه وسهلا. بيان سور بكري صديق زميل، بيان سور هذه حنا بيان سور تنقولوا قال لك الانسان اللي مكتبه ليه مكتبه ليه، الحمد لله. غير هو تتبقى الام، الام شويه صعيب فهمتي، الام وكنتمنى لهم العائله ديالهم الحمد لله الصبر الصبر. وصديق راه تا هو مسكين صديق، وكنعرفو كيعرفني، كنعرف العائله ديالو، كنعرف خوتو، ولكن الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. وشكرا للناس اللي جاوا اليوم حضروا، شكرا شكرا شكرا. والكره كره القدم حنا كاصدقاء من الكره جاتنا الكره، ولكن كصديق كمغاربه كمسلمين الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. واكيد لانه كيبقى واجب هذا، لانه مين كنتكلموا على عادل وسي محمد بكاري فهادو اخوه ديالنا، كنطلبوا الرحمه والمغفره للام ديالهم في هذا اليوم هذا المبارك، لانه صعيب على انه اي واحد يفقد واحد الشخص اللي هو يعز عليه، سيرتو مين كنتكلموا على الاب ولا الام، فالوفاه ديالهم دائما كتخلي واحد الفراغ كبير، كتكون كذلك واحد التاثير اللي نفسي كيكون صعيب على اي واحد على انه كيتقبله، ولكن لله الامر، هذه هي الطبيعه ديال الحياه، داخله في الامور اللي خاصنا نتقبلوها. نتمنوا الرحمه والمغفره لجميع اموات المسلمين ان شاء الله في هذا اليوم هذا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.